انتوا مين وعايزين من ايه؟ تقدر تقول علينا معانا اذن ضبط واحضار من عزرائيل. الحكاية دي انت فعلكوا فيها كام؟ 50 باكو قبل التنفيذ و50 باكو بعد التنفيذ. 200. انا هديكم 200,000 وتسيبوني. حلاوتك يا امور يا حلاوتك. لا ياض ده انت طلعت لماح ما انتش فلاح. بتقول كام ياض؟ 200,000 جنيه بالتمام والكمال على رأي المثل، يا روح ما بعدك روح. لا معلم العرض كده مستساغ ومأحل قوي، واذا كان بالنسبه على الزبون اللي بالي بالك فاحنا ممكن نديله الرفاص لانه اساسا من جوه متسخ ومستعفى. ماشي، عشان خاطر دراعاتي اليمين والشمال هفكك. فكوه يلا مر. يا باشا اعملوا كده مع العالم الديليكا برضو. الناس العسل. مش 200,000 وبس، ده انا هنغنغكوا اخر نغنغه. بس الاول عايز اعرف هو مين. عليا عايز اعرف هو مين. انا اعرفك هو مين. اسمه ادم. عارف ان هو الخسيس ده. بقول لك انا عايزكم تتقلبوا عليه زي ما كان عايز يقلبكم عليا. مصلحتي ايه؟ 250,000 مثلا. يا نهار فكه، ده ادهم ده طلع متسخ متسخ ومستعفن. لا ده كده حلاوت. بس ما غيبش عن عينكم لحظه واحده وتبلغوني اول باول. قلت ايه؟ قلت اتفقنا.